السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ نتمنى تكونوا بألف خير وانتم كتشوفوا هذا لا فيديو. اليوم ان شاء الله فيديو جديده، فيديو تحت الطلب ديالكم. حطيت واحد الاستفتاء في هذا في الانستغرام على واحد الحاجه اللي الجميع كان كيسولني عليها، الجميع سولني عليها. صراحه ما كنتش عارفه ان زعما سي تري انتريسون باش نهضر عليها. مي فاش درت واحد السونداج هكا قلت لكم واش سميتو بغيتوني نهضر عليها وندير عليها اون غوفي في اليوتيوب، قلتوا لي داكور النسبه كبيره اللي غنحط لكم الصوره هنايا، قالوا لي داكور واش راه هضري عليها، اللي هي لاسبيراتور. هاد لاسبيراتور هادي. المهم البنات، نسولكم بعدا اخباركم، شنو حوالكم. انا كنستغل هاد لا بيريود ديال الكونفينمون، كندير هكا دي فيديو على قدر الاستطاعه. نتوما عارفين الدراري الصغار في الدار، اون بي با فيغ تو سكون فو، يعني ما نقدرش اشاك فوا نصور ولا شي حاجه، واخا تيكون عندي بعض المرات شي حوايج اللي نقدر نبارطاجيهم معكم، ولكن صراحه ما كنقدرش. ف لاسبيراتور دايزن درت واحد لا ستوري، درت واحد لا ستوري في الانستغرام. كنت كننقي الكنابي ديالي، درت واحد لا ستوري، بتيت ستوري هكا وريتكم، قلت لكم جمعت ليا بزاف ديال لا بوسيير. فالبنات كانوا بزاف مهتمين، كانوا بزاف مهتمين، قالوا لي بشرى عافاك هضري لينا عليها، بشحال شريتيها، فين شريتيها، واش زعما سي انا باغي كي بولكو، زعما واش هو واحد لاسبيراتور لي بولكو، ان الانسان يخسر عليه فلوسو. المهم هادشي كله غادي نهضر لكم عليها البنات من تجربتي الخاصه، يعني التجربه الخاصه ديالي. غادي نقول لكم لي زافونتاج لي زانكونفينيون، الثمن، فين شريتها، لي زاكسسوار اللي فيها، يعني اي حاجه انا شتها فيها غادي نقولها لكم. المهم البنات، لاسبيراتور دايزن ماشي اول وحده اللي زعما اللي نستعملها انا، يعني كانت عندي وحده اخرى، كانت عندي لا فيرسيون القديمه في 6 اوب توب. من بعد شي ربع سنين هكاك قررت انني ناخذ هاد الفي 8، وصراحه كنت كنتمنى ناخذ مكسر، ولكن البي جي ديالي قادر غير على هادي. وفاش جيت ندير دي كومباريزون لقيت انه متشابهين في بعض الاشياء، وبعض الاشياء يعني لي فيرسيون جداد يعني كيفوقوا هاد الفي 8 في شي حوايج، ولكن ماشي شي حاجه اللي هي اكستراوردينير، يعني هادي كافياني. بالنسبه للموديل اللي انا عندي هو في 8 ابسولوت نيو، في 8 ابسولوت نيو. كاينه جو كوا لو في 8، كاينه في 8 بلس على ما اظن. المهم هذه في 8 ابسولوت نيو، ما نقدرش نهضر على على الاخرين لانني ما كنعرفهمش. يلاه كنعرف في 6 وكنعرف هذه. بالنسبه لاسبيراتور مناش كتكون، عطيكم هذا لاسبيراتور هذا، يعني الجهه اللي فيها الموتور. كاينين دي زاكسسوار اللي غادي نوريهم لكم دابا، فيها تبارك الله بزاف ديال لي زاكسسوار، يعني بخلاف هذيك الاخرى اللي كانت عندي فيها بزاف ديال لي زاكسسوار. كاينه هاد لابغوس، هادي لابغوس الاولى، لابغوس اللي كتقدروا انكم تستعملوها غير هكا، ولا تركبوا سميتو العصا ديال لاسبيراتور هنايا وتركبوا اي تات اللي نتوما باغيينها. بالنسبه لي زاكسسوار كاين هذا ديال الارضيات، هذا عباره على واحد، سمحوا لي الا شفتوا شي خبره ولا شي حاجه، عباره على واحد لوغولو اللي هو تخيدو، يعني رطب بزاف بزاف بزاف، كتشوفوا هاد الشعيرات ديالو هكا. هذا كيصلح الارضيات، الارض اي حاجه فيها الارض، هذا ما كيديرش صداع في الارض، ولا درتوه فوق التابي ما غاديش يخدم لكم فوق التابي، يعني غادي يجمع لكم شي حاجه قليله. المهم هذا سي اون بروس اللي هي موتوريزي، يعني عندها واحد الموتور من الداخل، فاش كنحلها هكا باش كننقيها كيبان ليا واحد الموتور من الداخل. كاينه هاد لابغوس الثانيه اللي حتى هي سي اون بروس موتوريزي. شفتوها البنات كيفاش دايره هاد لابغوس هكا، هاد لابغوس خاصه غير بالطابيات، خاصه غير بالطابيات، يعني فاش كنبغي سميتو نقي الطابي كنحيد الاولى ديال الارض وكندير هادي، حتى هي سي اون بروس موتوريزي. فاش كتحلوها هكا تبغيو تنقيوها كتلقاو واحد الموتور من الداخل.
كاينه هاد لا ميني بروس موتوريزي حتى هي هكا سي ميني بروس موتوريزي بحال هذه تقريبا غير هي صغيوره شفتوا كيفاش دايره كيفاش دايره حتى هي سي ميني بروس حتى هي موتوريزي هذه كتصلح للكنابي انا كنستعملها على الكنابي كتصلح الا بغيتو تنقيو الطوموبيل ديالكم يعني كنابي هكا طوموبيل ولا شي كوان هكا اللي فيه هكا بحال لي كوسان ولا شي زربيه صغيره ثلاثه ولا شي حاجه فهذه غادي تنقيها لكم كاين هذا كاين هذا حتى هو اللي هو واحد لابغوس اللي هي بحال قلتو سميتو واحد لابغوس حتى هي كتصلح سميتو بحال انا كنديرها في الخوامي بعض المرات كنديرها حتى في الكنابي هذه كنديرها حتى في الكنابي يعني عندها الاستعمالات ديالها حتى هي كاينه كذلك هاد لابغوس هادي هاد لابغوس هادي اللي هذا سي ان سيسور يعني هذا كتستعملوه على لي موبل على القنات يعني اي حاجه بغيتو يعني تنقيوها بحال لي موبل بحال شي ديكور بحال القنات فوالا هادي كتصلح ليهم كنتمنى انني ما نكون نسيت حتى شي بغوص كنظن انه هو هادشي اللي عندي الا كانت شي حاجه نسيتها نصورها لكم من بعد ولكن كنظن انه هادشي اللي جمعها كذلك كيجي معها واحد لو شارجور واحد لو شارجور اللي هو بالخيط كيضرب في الضو وواحد لو سوكل اللي غادي نحلي لكم واحد التصويره ديالو انا معلقاه عندي في الكوزينه الاولى ما كنتش معلقاه صراحه وكانت ديما ملوحه في اي بلاصه هذا معلقاه في الكوزينه حتى فاش كنبغي نشارجيها راه كنمشي كنحطها مباشره وكنعلق فيها لي زاكسسوار ديالي غادي نخلي لكم واحد الصوره باش تشوفوا كيفاش كان يعني كان كيفاش زعما كنستعملو بالنسبه نجيو لدابا الايجابيات والسلبيات ديال هاد لاباري هذا نبدا لكم بالسلبيات السلبيات هو انه هاد لابغوس الثمن ديالها مرتفع يعني سي ان فري انفستيسمون ولكن سي ان انفستيسمون اللي عمركم ما غاديش تغريغيتيه فوالا غنشرح لكم من بعد علاش يعني هو واحد الانفستيسمون غتحطي فيها فلوسك ولكن ما غاديش تندمي عليها لانها فريمون راه مهم ما نحرقش المراحل غنهضر عليها من بعد كاين لانكونفينيون الثاني ما فيهاش صراحه بزاف ديال لي زانكونفينيون لانكونفينيون الثاني هو لوتونومي ولكن غادي نشرح لكم علاش مثلا فاش كتجي هنايا عندي نورمال وهنايا عندي الماكسيموم زعما التوربو في النورمال يعني لوتونومي ديالها هما كاتبين كتدي 40 دقيقه كدير 40 دقيقه ديال لوتونومي وهنايا الناس كيديروا كيغلطوا حيت كيقول لك لا ديزن ما كتشدش لا شارج بزاف متفقه معاهم مثلا هذيك اللي كانت عندي انا قبل يقدر كدير غير 20 دقيقه ديال لي فوالا كدير 20 دقيقه ديال لوتونومي في 6 كدير 20 دقيقه ديال لوتونومي هذه كدير 40 دقيقه ديال لوتونومي ولكن فاش كتخدمي هاد لي بغوص اللي هما موتوريزي كتنقص هذيك لوتونومي ديالها انا بعدا كتعطيني 25 دقيقه ديال لوتونومي 25 حتى 35 دقيقه ديال لوتونومي يعني لوتونومي ديالها كتنقص ولكن ان فوا كتستعملي هاد الماكس هذا ان فوا كتستعملي هاد الماكس هذا لوتونومي ديالها هي 7 دقائق الماكس فين كنستعملو ما كنستعملوش انا صراحه نهائيا مره فاش كتكون عندي مثلا الزربيه حالتها مثلا الزربيه مسخه بزاف كنستعمل هاد الماكس باش ناسبيغي مزيان حيت الماكس فريمون كيحيد لك لا بوسيغ ديال لا بوسيغ يعني فريمون ديك لا بوسيغ الصغيره كيحيدها لك يعني هذا فاش كنستعمل انا الماكس سينو كندير نورمال وكندير بها الدار كامله لو بوين عاوتاني نيجاتيف كاينين بعض الناس يقول لك ثقيله ولكن صراحه انا ما تقلاش عليا وان فوا كتعودي عليها غير في الاول كتجيك بشكال وهذا مي ان فوا كتعودي عليها راه صراحه ما كتجيكش ثقيله نهائيا دابا نجيو لهذا نجيو
نجيو الايجابيات. بما انه البنات كما قلت لكم دوزت جوج دابا هذه والاخرى اللي كانت عندي هذه من شهر 10 وهي عندي الحمد لله اي جو سوي تري 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 ساتيسفيت. ما غاديش نقول العكس, جو سوي تري ساتيسفيت اولا وقبل كل شيء حيت هي سي ان اسبيراتور سون فيل, يعني كتديها معاك فين ما كنتي. مثلا فاش هكا كيكون عندك شي حاجه خصك تنقيها دغيا وليداتك لا فشي بلاصه ما كتمشيش كتعذبي كتجيبي داك لاسبيراتور تخينو وكت كتركبي الفيل وكتعاودي تردي. يعني دغيا كنجبدها دغيا كن ننظف بها. ثاني حاجه هي لا بوسيغ البنات, وكتحيد لا بوسيغ. عرفتي راه وريتكم راه خيرو دليل هو سميتو الكنابي ديالي وكندير بها الماطلات واي شي حاجه كتحيد عرفتي داك لا بوسيغ الرقيقه كتحيدها. استدير الناس اللي عندهم مثلا الحساسيه فريمون كنصحهم بها. الناس كذلك اللي عندهم لي شا لي شيان لي بوال البنات راه كتحيدهم راه ما كيبقاوش لي بوال ديالها. لافونتاج الثاني هو انها عندها بزاف ديال لي زاكسسوار, يعني كل حاجه مخصصه للحاجه اخرى. عاوتاني الصوت ما كديرش شي صوت اللي هو فظيع اباغ الا درتو الماكس كدير الصوت اللي هو فظيع. ثالث يعني الحاجه الاخرى اللي عجبتني هي الديزاين ديالها, صراحه الديزاين واعر وزوين. لو ريزيرفوار كيهز داكشي اللي يعني كيهز, ماشي زعما شي ريزيرفوار اللي هو صغير ولا شي حاجه كيهز. فوالا صراحه انا لاسبيراتور جو سوي تري 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 ساتيسفيت. عاوتاني كاينه واحد الحاجه, هاد لاسبيراتور البنات تصلح للناس اللي عايشين في ديزابارتمون. مثلا انا عايشه في ابارتمون وفاش كندير الميناج ما كنديرش الميناج اللي مثلا النهار فاش كندير الميناج ما كنديرش الميناج للدار كامله, فهمتوا؟ يعني كندير دابا جوج بيوت الغد اللي ندير الصالون. داكشي علاش انا ما عنديش المشكل ديال لا شارج ديالها, ما عنديش المشكل ديال لوتونومي, يعني ما كنديرش الدار كامله. وبعض المرات كاع كنهضر على الميناج اللي كيكون عميق, ولكن فاش كندير مثلا الميناج غير سميتو غير هكا ندوز لاسبيراتور راه يوميا كندوزها. وانا صراحه ما عنديش مشكل مع لوتونومي ديالها حيت كندوزها غير نورمال. فاش كنبغي هذا ندير الميناج راه قلت لكم كندير شومب باغ شومب حيت اصلا ما عنديش الوقت باش ندير كاع الدار كامله التنظيف العميق. فوالا واش كوا الا درت التنظيف العميق غادي تبقى ديشارجا ليا. بالنسبه للناس اللي عندهم دي بافيون, الناس اللي عندهم دي بافيون صراحه سسخا جوست ان اسبيراتور دو بوين, غادي يكون واحد اسبيراتور لي جانبي. كنفضل انهم ياخذوا ان اسبيراتور اللي هو ترينو يعني بالخيط, وهذا كيبقى جانبي كيبقى لك ديك الصاله اللي كتجلسي فيها ولا ديك الصاله مونجي اللي كتاكلي فيها. والبيوت يعني عادي, ماشي تقولي غادي نمشي ندير الفوق والتحت ونخرج ندير ندير زعما الكولوار وندير هذا, غادي ديشارجها لك وغادي تبقاي تقولي خصني نشارجيها. بالنسبه للشارج ديالها البنات كديريها 5 اور, الا بيتيها تشارجها لك مزيان 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 كديريها 5 اور. سينو انا بعض المرات كنديرها جو سوي ساعه ونص الا بغيت غير ندوز على الصاله ولا شي حاجه بحال هكا. دابا نجيو للثمن. الثمن ديال هادي حيت كل يعني ماشي بحال في سيس ثمن وبوحدها, في المهم كل ماركه الثمن ديالها بوحدها. هادي خديتها ب 414 اورو, زيدوا عليها الثمن ديال لاسيغونس باش زعما الاوكاو شي مره وقعت ليها شي حاجه ولا شي حاجه. فوالا هذا هو. وخديتها من سي ديسكونت, خديتها من موقع ديال سي ديسكونت. سي ديسكونت البنات اللي ما كيعرفوش كان الاغلبيه كيعرفوه, في واحد الميزه انه يمكن لكم انكم تخلصوا الحوايج اللي كيكونوا غاليين هكا على 4 الاشياء بدون فري, يعني سون فري. هذا مكان. كذلك بيت النصيحه للبنات الا كانوا غادي كيشريو اجهزه بحال هكا بحالي, حيت انا تقريبا كناخذ سيغ انترنيت, استخدموا ايغال اللي هو واحد السيت اللي كيرد لكم الكاشباك. دائما كنحط لكم لو ليان دو باريناج
عندي في صندوق الوصف اللي بغات تدخل كتربح 3 اورو حسنا كتربح 3 اورو وشاك فوا كتربح كاش باك على الاجهزه بحال هكا اللي تيكونوا غاليين سورتو ان سي ديسكونت دائما كاين فيه الكاش باك وفي ايفغوشي وشحال من سيت حتى هما امازون وشحال من سيت حتى هما فوالا البنات هذا مكان الا تفكرت مجال محتتوا ليا بزاف البنات عطوني بزاف الاسئله الا تفكرت شي سؤال غادي نزيدها لكم في الفيديو فوالا هذا هو البنات اللي بغاو يسمعوا الراي ديالي بخصوص هذا الاسبيراتور غادي نوريكم كذلك فاش كديروا هذه الصفحه ديالها هكا حيت واحد البنت في الانستغرام قالت لي وريها ليا كامله عطيني خذي ليا واحد التصويره كامله غادي نوريها لك هكا الا كانت انتريسي وبغات تشوف لا فيديو ها هي وفاش كتحليها فاش كتحل راه كتحل هكا فاش كتحل غير تخلوها راه كتحل هكا شتوها البنات كتحل هكا سمحوا ليا كاين شويه ديال شتوها يعني ماشي بحال هذيك الاخرى في 6 ما كانتش كتحل هكا وفاش كتكملوا كتحيدوا منها الغبره كديروها وكتسدوها واحد البنت عاوتاني في الانستغرام قالت لي عافاك وريني كيفاش كتحلي كيفاش زعما كنحيد هذا باش نوصلو راه صيفط ليها لي فوتو الا بغيتو نحلل لكم لي فوتو هنايا وكذلك الا بغيتو شي نهار الا كنت كنظفها نوريكم كيفاش كتحل لان عندها واحد الطريقه خاصه باش كتحل نوريكم كيفاش كتحل وكيفاش كنظفها قولها لي تحت في الكومونتير الا كنتو انتريسي فوالا البنات هادشي اللي تفكرت دابا وهذا المكان صراحه انا جو سوي تري ساتيسفيت حيت انا ساكنه في ابارتمون وكافيني صراحه كما قلت لكم الناس اللي ساكنين في دبافيون يقدر يكون انا سبيغاتور دو بوان اللي غادي ديري به شي حويجات اللي عندك مثلا في البلاصه اللي كتجلسي فيها اما لو غرو 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 ميناج هي ماشي ما كديرش ولكن سا ريسك انها خاصك تعاودي تشارجيها مره اخرى كنتمنى البنات ان هذا الفيديو تكون فادتكم استغفر البنات نتوما اللي صوتوا عليها يلا ما تحشمونيش البنات اللي ما فاهمينش ايغال الا ما كنتوش فاهمين قولوا لي ندير لكم ان فيديو واخا ديجا درت فيديو في لاشين القديمه نوريكم كيفاش انكم تسجلوا وكيفاش انكم يعني كيفاش تسجلوا فيه اي فوالا هذا مكان البنات كنخليكم نخليكم دابا تهلاو براسكم في امان الله والى فيديو قادم ان شاء الله.